اخبار اليوم. معانا لبنى النهارده هتعرف بنفسها. ازيك يا لبنى؟ كويسه. عامله ايه؟ كويس الحمد لله. انت النهارده موجوده هنا ليه؟ تبقى معانا ملكه حسن. انا عارفه ان انا معاك النهارده، بس انت لازم تقولي للناس انت النهارده موجوده هنا ليه، وايه ده الحاجات اللي انت لابساها دي؟ سافره الصين ولعب سافره الصين. ايوه، موجوده لعبه سله وخد مركز اول وسافرت ابو ظبي وخدت بداله مرسيه من الجولو بوتشي، لعبتها مع طارق صبري الهامني، طبعا الهامني من الهامني الهامني حلو، وكسبت وكسب بطوله مع طارق واحمد. انت كنت مسافره بتمثلي مصر؟ لا كنت العب سله. ايوه كنت انت بتمثلي مصر، بتلعبي مصر؟ ايوه كنت بمثل وعامله بطوريات وعامله سفرت معسكرات وعامله مثاله، كنت لابسه فستان كنت مثل عروسه بحر. يا جامده انت، خطيره. رئيس الكشافه بطو انت خطيره، وماسكه رئيس الكشافه وخدت بطوريات مع كابتن احمد، ما جبت معايا كان معايا شوروح ده اسمي طلع مسيحه، سي مرجع سي مرجع حسن سي احمد سي كابتن معاد، نسمي اب كده ونسمي عبر حبي عليكو. فيا حبيبتي احنا اللي بنحبك قوي، وفيا قوي ده عبد دفايق علينا، ده عبد ضحكه ديت جميل جميل. كفايه عليا انا ان انا اشوفك بتضحكي واشوف كل زمايلك بيضحكوا، دي عندي بالدنيا. انا سعيده قوي في كل ناس وقتي شوفوني، محمد ناس شوفوني، طارق احمد كابتن معاد حد مرجع حسن مهم عندي، كلهم فرحانين بينا. وانا فرحانه بيكي قوي. انا سمعت ان انت عامله برنامج جديد انت وجنى، وانا داخله معاكم فيه. ايه بقى فكره البرنامج ده؟ انا فكره تبقى فكره ده بقى احمد برضه في ايد احمد، لازم قوة امري تبقى كل الناس يشوفوني. أيوة. ولازم اشكر من قلبي من احمد عشان داعم معانا وخليني اعرف اقرا واعرف اقول ايه لنفسي واعرف اقول ايه نم الناس، عشان الناس يشوفوني، عشان الناس يقولوا لي انت شاطره، انت رفعوا عليك، انت جدعه، ولازم اقول امري وعمري اخاف، لازم وانا قلبي جامد اقول وانت صادقه. صح. نفسك تقولي ايه للناس؟ من دلوقتي الناس كل اللي بيشوفوكي نفسك تقولي لهم انا لبنى انا عايزه ايه انا وزمايلي كلهم؟ نسمي كل اصحابي نسمي كل اصحابي فرحانين اكتر واكتر، ونسمي اعلمهم فرونيس شاي، واعلمهم اعملهم الحرفه ان هم يتعلموا حرفه يعملوا حرفه اللي هي الحمله بتاعتنا، حد بحمله عندنا اعلمهم فرونيس شاي، ودي مغارف ودي فنيه ودي مقاله وقلم، وانا اساعدهم تبقى عدويه معاهم مش عدويه كامل. تقولي ايه للناس واحنا داخلين على شهر رمضان وعايزاهم يبقوا معاكي كلهم؟ وتقولي لهم شاركوني، تعالوا شاركونا، تعالوا تبقوا معانا، تعالوا ساعدونا. نسمي يجوا اشكرونا ويجوا معانا وعلموا معانا وعلموا يعملوا ايه معانا، وانا اعلمهم في ايدي انا. هي لبنى بتخاطب الناس كلها ان الناس كلها تشاركها وتشوف اللي هي بتعمله، وتشوف هي وزمايلها اللي هي بتعمله، امنيه حياتها هي وزمايلها ان الناس كلها يشاركوهم فرحتهم هم نفسهم. نسم كل اصحابي اللي بيشاركوا كل اللي هي. انت اهم حاجه عندك يا لبنى الضحكه الابتسامه. ماشي شكرا. انا بس المهم عندي هو كابتن احمد، نسم يعمل له كل حاجه عشان كابتن احمد هو اللي بيعلمك تتكلمي. اتكلم ازاي ووقف ازاي؟ لبنى ما كانتش بتعرف تنطق الكلام، كابتن احمد هو الكابتن بتاعها، هو اللي علمها ازاي تنطق، ازاي تتكلم، ازاي مع الناس، لحد ما لبنى بقت هو كابتن احمد. ودي البدايه اصلا، ولازم اسمع كلامه ماشي عينيا ودخوله، بس المهم عندي كابتن احمد ديت بيعمل له كل حاجه. كفاية عليا ان انا اشوف الكلام البريء ده والكلام الصادق ده، اكيد انتوا شفتوا بعينيكوا، يعني انا الكلام اللي كنت بكتبه مش كده، دي شفافية، دي شفافية ما حدش وصل لها. انا سعيدة عشان اشوفكوا صراحة، انا سعيدة لما اشوفك جمال وشوف مرجع حسن، انا سعيدة عشان اشوفكوا. فيا قوي فيا قوي والله العظيم هتخليني اعيط.